تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، نفذت القوات الجوية بالتعاون مع نظيرتها الإماراتية أعمال الإسقاط الجوي لأطنان المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق بشمال قطاع غزة. يأتي ذلك استمرارا للجسر الجوي المصري لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وللمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع. استمراراً للجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، نفذت القوات الجوية المصرية أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال القطاع، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة. الشقيقة والصديقة وباقي المؤسسات الأممية لتأمين استدامة المساعدات الإنسانية ونقلها إلى داخل القطاع في ظل استمرار الأزمة الراهنة وما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني من نقص في كافة مقومات الحياة.